متابعينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في تغطية جديدة. كلنا متابعين على مدار الايام اللي فاتت التقلبات الجوية ودرجات الحرارة اللي لسه رغم انخفاضها التدريجي، ولكن الاجواء كل يوم في بيان هيئة الارصاد الجوية بتقول ان الطقس حار رطب على اغلب انحاء الجمهورية رغم اننا في فصل الخريف. وللمزيد من التفاصيل بينضم الينا هاتفيا الدكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية. دكتور منار اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ محمد، واهلا بكل الساده المتابعين. اهلا بحضرتك يا دكتور ومنورانا. وعايزين نعرف بقى دكتور، الصيف خلص ولا مخلص؟ لا احنا رسميا الحمد لله بدأنا فصل الخريف يوم الاحد اللي ماضي، ومع بدايات فصل الخريف بدأنا نحس ان قيم درجات الحراره انخفضت عن الايام الماضيه وعن الاسابيع الماضيه، لكن نسب الرطوبه لسه موجوده في الجو، ووجود نسب رطوبه في الجو ده بيخلينا نحس ان قيم درجات الحراره دايما اعلى. يعني احنا العظمى على القاهره الكبرى 32 او 33 درجه مئويه فتره النهار، فده انخفاض طبعا عن قيم درجات الحراره كنا بنسجلها في فصل الصيف، لكن احساسي بيها بيكون 34 و35 درجه مئويه نتيجه ان نسب الرطوبه موجوده في الجو، لكن في اعتدال في الأحوال الجوية بشكل كبير عن فصل الصيف بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية، الكتل الهوائية الشمالية قادمة من على البحر المتوسط، بالإضافة كمان وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتلطف الأجواء في فترات الصباح الباكر، فما زالت أجواء فترة النهار مع وجود نسب رطوبة بنوصفها إن هي أجواء حارة رطبة في أغلب المحافظات، وكل ما تقدمت جنوبا كل ما قيم درجات الحرارة بتزيد، فبلاقي في محافظات الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس الحمد لله حصل اعتدال كامل في الأحوال الجوية، انخفضت قيم درجات الحرارة، أصبحت الصغرى فترة الليل بنسجل 22 و23 درجة مئوية، فأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل، بل كمان في بعض المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بدأنا نحس ببعض البرودة، يعني بدأت في أماكن كده تحس بالبرودة في فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر. نشاط الرياح المتوقع بيبقى معانا في فترات المساء وساعات الليل هو مش قوي، مش مؤثر بأي أتربة ورمال مصارعة، لكن ده بيساعد أكتر على تلطيف الأجواء واعتدال الأجواء في فترات المساء وساعات الليل. الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة ومستمرة معانا خلال الأيام المقبلة، بتأثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، طبعا بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية في فترات الصباح الباكر، لكن بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، مش هتأثر تماما على حركة المرور. الأحوال الجوية يمكن لبداية الأسبوع اللي جاي مستقرة بشكل كبير، مفيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على أي أعمال أنشطة يومية، قيم درجات الحرارة هتظل حول المعدلات الطبيعية من 32 33 درجة مئوية، وارد جدا من خلال الخرائط الجوية ان يوم الحد والاثنين يكون في ارتفاع طفيف جدا في قيم درجات الحرارة، لكن طبيعة فصل الخريف التغير المستمر في درجات الحرارة من يوم للتاني وحتى في نفس اليوم. يعني احنا الفترات اللي جاية بشكل تدريجي مع ان نسب الرطوبة هتبدأ تقل هنبدأ نلاحظ ان قيم درجات الحرارة بين النهار والليل الفرق بينهم بيزيد، دايما فترات النهار في دفء او اجواء حارة، فترات الليل في برودة، فعشان كده بنقول على فصل الخريف هو فصل الاعتدال في الأحوال الجوية، لكن هو أيضا فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فتجنبا لأي نزلات برد مهم جدا اللي بيخرجوا فترة الصباح الباكر أو بيرجعوا من أشغالهم فترات الليل متأخر لازم نخلي بالنا من نوعية الملابس، يفضل تكون ملابس خريفية أو استحاب قطعة ملابس إضافية معانا وإحنا خارجين لو حسينا ببعض البرودة نرتديها، بالإضافة كمان المتابعة المستمرة والجيدة للنشرات الجوية، لأن وارد جدا يحصل تغير في التنبؤات الجوية اللي إحنا بنقولها من يوم للتاني، لأن دي طبيعة فصل الخريف زي ما قلنا التغير في الحالة الجوية سريع وحاد بشكل كبير خلال خاصة النص الأول من فصل الخريف. يعني يا دكتور، نسب الرطوبة هي اللي مخليه المواطنين يحسوا دلوقتي إن الجو لسه حر، فإمتى نسب الرطوبة دي هتبدأ تقل؟ نسب الرطوبة بدأت تقل بشكل تدريجي، يعني احنا كنا في فصل الصيف نسب الرطوبة تتجاوز 95%، بدأت نسب الرطوبة بتوصل ل 80% في الأماكن الساحلية، القاهرة الكبرى 70 و75%، بدأت تقل بشكل تدريجي، وتدريجيا كمان كل ما تقدمنا أكتر في الخريف نهاية 9 وبداية شهر 10 كل ما نسب الرطوبة قلت ونحس بالاعتدال أكتر في الأحوال الجوية، فهي نسب الرطوبة الموجودة في الجو هي اللي مخلينا نحس إن في فترات الظهيرة تحديدا إن الأجواء فيها يعني
بعض الارتفاعات البسيطة لأنها دايما بتعلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة، لكن ده الطبيعي في النص الأول من فصل الخريف لأن هو فصل انتقالي ياخد بعض سمات فصل الصيف. هنلاقي النص الأول من فصل الخريف كده تذبذب في قيم درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، لكن في مجملها إن شاء الله تكون الأجواء معتدلة بشكل كبير. في أي ظواهر جوية يا دكتور هتضرب مصر الفترة اللي جاية؟ احنا على مدار اسبوع ان شاء الله الاحوال الجويه مستقره، الظواهر الجويه الموجوده معانا اذا كان الشبوره المائيه او حتى نشاط الرياح مش مؤثرين تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بالاضافه كمان فرص الامطار المتوقع تبقى معانا منتصف الاسبوع اللي جاي يوم الثلاث والاربع الجايين، بتبقى فرص امطار خفيفه، والى الان الخرائط الجويه كمان مش مستقره على وجود فرص الامطار، فبالتالي احنا في استقرار في الاحوال الجويه يمكن كمان على مدار الاسبوع اللي جاي. طيب توقعات هيئة الأرصاد الجوية للشتاء السنة دي يا دكتور هيكون عامل إزاي؟ خلينا نقول ان اي توقعات لفصل الشتاء هتصدر خلال الوقت ده من السنه فهي توقعات غير علميه وغير صحيحه تماما، لان لسه بدري جدا على البدايه الرسميه لفصل الشتاء، احنا 3 شهور على ما يبدا معانا فصل الشتاء، فصل الشتاء هيبتدي رسميا 21/12، فبالتالي مع اقترابنا من فصل الشتاء نقدر نقول التوقعات الصحيحه والدقيقه والعلميه لفصل الشتاء، لان في الفتره الاخيره بدات تنتشر بعض الاشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات دي اشاعات مكرره كل سنه بنسمع نفس الاشاعه من ناس غير متخصصين في علم الارصاد الجويه بيتنبؤوا لفصل الشتاء. احنا نقدر نقول التوقعات لفصل الخريف، فصل الخريف متوقع ان تكون كميات الامطار فيه اعلى من المعدلات الطبيعيه، هو موسم السيول والامطار في جمهوريه مصر العربيه، فتكرار حالات السيول هتبقى اكبر، كميات الامطار هتبقى اعلى من كل سنه اذا كان في الجنوب او حتى في الشمال نتيجه التغيرات المناخيه، والتغير المناخي هياثر علينا في الخريف وهياثر علينا في الشتاء وفي الفصول اللي جايه كلها، لان في استمرار في ارتفاع في متوسط درجات الحراره العالمي، فبالتالي في استمرار في تاثرنا بالتغيرات المناخيه اللي بتغير الانماط المناخيه اللي احنا معتادين عليها في كل فصل. تمام يا دكتور، احنا بنشكر حضرتك على الإفادة العلمية اللي قدمتيها للناس، ويمكن أكتر الحاجات اللي كانت الناس بتسأل عليها وقلقانة منها الفترة اللي جاية هي موضوع فصل الشتاء بانتشار الشائعات اللي قالت إن هيكون أقصى شتاء منذ 30 عام، ولكن هيئة الأرصاد الجوية رسميا كده بتنفي إن كل دي مجرد شائعات. تمام كده يا دكتور؟ بالفعل احنا بنقول ان هي شائعه يعني طلعت من ناس غير متخصصين تماما في علم الارصاد الجويه وهي غير صحيحه تماما وغير علميه تماما ان هيكون ابرد شتاء، لان احنا متعودين ان فصل انخفاض قيم درجات الحراره في جمهوريه مصر العربيه هو فصل الشتاء، فهي مجرد شائعه يعني كان المقصود بيها ان احنا ناخد ترند على يعني بان فصل الشتاء هيكون هو ابرد شتاء، لكن الشائعه دي غير صحيحه تماما، نخلي بالنا نتابع النشرات الجويه من الجهات الموثوقه وهي الهيئه العامه للارصاد الجويه. تمام يا دكتور منار، احنا بنشكر حضرتك جدا ونورتينا. شكرا لك كمان. متابعينا الكرام، دي كانت المداخلة الهاتفية الخاصة بالدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، واللي أعلنت فيها عن حالة الطقس على مدار الأسبوع القادم، وأعلنت أيضا عن توقعات فصل الخريف، وأعلنت إن هيكون في أمطار وسيول على غير العادة في الخريف المصري هذا العام، ونفت تماما شائعة أن مصر ستشهد أقصى شتاء منذ 30 عام. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، واستنونا في تغطية جديدة.